إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا وصل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا وصل عليه، حتى لو شم رائحة إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا وصل عليه، العبرة بخروج المني.